هاي، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ معاكم نهى طلبه من نيلي في توك اكاديمي. الفيديو ده انا بعلن عنه عن خبرين حلوين جدا جدا جدا. اول خبر، احنا رجعنا دلوقتي، تقدر تحجز معانا لطفلك او ليك كورسات انجلش، كونفرسيشن، ايتس، توفل، جيرمان، فرنش، ليك او لطفلك، من الساعه 10 الصبح لحد الساعه 9 بالليل. طيب ايه المفاجأة بقى الكبيرة اللي انا محضرها لكم؟ مفاجأة كبيرة جدا 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 جدا، وهي ان نيلي في توك لازم هيكون ليها خدمة مجتمعية. يعني ايه؟ يعني ليك عندنا كورس مجانا، كورس كامل، مش كورس كامل بس، هنبتدي نشوف ايه نقط الضعف اللي عند الشباب اللي محتاج ان هو يستفيد بيها جدا، وفي نفس الوقت هو لسه مش بيشتغل والتكلفة قليلة. فطب هنعمل ايه؟ هنعمل اول ايفنت عندنا من كل شهر، يعني كل شهر هيبقى لنا ايفنت او ليك عندنا خدمة بنقدمها لك فور فري، مجانا تماما. طيب اول خدمة هنقدمها في شهر 9 ان شاء الله، وهي ان انت عايز تروح تعمل مقابلة شغل، مش عارف ولا تكتب سي في مظبوط، ان هو يأهلك اصلا ان هما يكلموك عشان تعمل الانترفيو بتاعك. تاني حاجة، انت لما بتروح الانترفيو اصلا مش عارف ترد اجابات صحيحة، يعني اغلبية اللي بيقدموا عندنا حتى كتيتشرز او كسي اس ردودهم غريبة. يعني ايه اكتر عيب عندك مثلا؟ يقولي بتعصب. طب انا هشغل عندي حد بتعصب ليه؟ ما مش هينفع، الردود دي ما تنفعش خالص في سوق العمل. فعملنا اول ايفنت عندنا هيبقى الانترفيو. الانترفيو ده هيتقسم لجزئين، معانا حد واو جدا جدا جدا، مش هعلن عنه ولا هقول اسمه عشان هو مفاجاه كبيره جدا 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 ليكم. هيعلمكم ازاي تردوا على الكويستشنز بتاعه الانترفيو، وازاي نكتب سي في مظبوط. دي اول نقطه. نقطه ثانيه، انا هكون معاكم او اي حد من ستاف نيلي توك اكاديمي، كلهم بروفيشنال الحمد لله، هيعلمك ازاي ترد على الكويستشنز او ازاي تعرف نفسك بالانجلش. كل ده في نفس اليوم باذن الله. لو عايز تحجز معانا، جست ان انت بتبعت لنا اسمك ورقم تليفونك وهنسجلك معانا، وباذن الله هنبلغك سواء على الواتساب او في الفون ان انت ميعادك هيبقى معانا يوم كذا، من غير اي تكلفه خالص. محدش يبعت لنا يقول لنا يعني مفيش 50 جنيه كده ولا 100 جنيه كده، لا مفيش خالص، انت جاي تشرفنا بس تستفيد. لو عايز صحابك كمان يستفيدوا معانا، اعمل شير للفيديو وبعت لنا تفاصيلك. باي باي، شكرا.